يسلموا لنا جونا وبرنا وبحرنا، ولا نستمروا في الضرب كما كنا. القنص، القنص هو الحكم. نقتلوا الذمكة ربحنا في الفار، ونحن ما نموت وموت. وطيحنا لهم طيارة فيها 4 جنرالات. اتفاق البندقية مع الكلمة السياسية تبقوا ومشوا في اتجاه واحد. ووقع القبض على محمد الدغباجي وحكمت عليه بالإعدام. منين ولا برقيبة يقول مجاهدين ولا يقول فلاقة. في الأخر كخرجنا اليدين هكا والرجلين لوطة. ولا برقيبة وكان يبقى 1000 سنة ما خرج لفرنسا. لم تكن تونس بمعزل عن الواقع العالمي الجديد نهاية القرن 19، ولم تكن أحسن حالاً من نظيراتها من أراضٍ تقاسمتها الدول الكبرى على أنقاض إمبراطورية العثمانيين. عرفت تونس دوي المدافع الفرنسية وأزيز الطائرات المقاتلة، لذلك كان لابد من ردة فعل حتى وإن كانت موازين القوى متباينة. ١٨٨١ ١٨٨٣ كانت مقاومة كبيرة، بدأت من خمير والمناطق الشمالية حتى للمناطق الجنوب، وكان أبرز قيادها علي بن خليفة النفاتي. المقاومون تصدوا بالقوة، وبرزت أسماء مثل لطرش، مثل علي بن عمر العياري، مثل علي بن عمر الجلاسي، مثل الحاج حراسة الفرشيشي. والغريب أن أغلب أولئك الزعماء كانوا من القياد أو من الخلفاء الذين اضطهدوا الشعب التونسي أي اضطهاد. المقاومة المسلحة الأولى هي كانت مقاومة غير منظمة من طرف سياسيين، من طرف أحزاب سياسية، لأنه لم تكن توجد أحزاب سياسية في تلك الفترة عام 1881. الفرنسيون جلبوا المدفع الرشاش في زيمتريير، والتونسيون كانت لهم أسلحة عتيقة جدا كما يسمى الكرابيلة، استطاعوا أن تفعل الكرابيلة أمام مدفع الرشاش لا يبقي ولا يذر. لكن بحكم اختلاف موازين القوى وبحكم تخلي المدينة عن هذه المقاومة القبلية كان مآلها الفشل، وقررت القبائل، قبائل الوسط والجنوب، الهجرة الجماعية إلى طرابلس. بعد وفاة علي بن خليفة النفاتي وهو القائد الأعلى للمقاومة تقريبا في طرابلس، عاد أغلب المقاومين إلى تونس، ثم ظهرت حركات سياسية في المدن مثل حركة الشباب التونسي، علي باش حامبا، البشير صفر. النضال الوطني اتخذ مرحلتين مميزتين إلى حدود عشرينات القرن العشرين، كانت دفاع عن الأرض، عن الهوية. ليس فقط الأمر يتعلق بالهوية، الهوية العربية الإسلامية هي مؤثرة لمحالة موجودة كسبب من الأسباب، ولكنه هناك أسباب أهم هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد للتونسيين إثر فرض النظام الاستعماري ومنح امتيازات لا حد لها للمعمرين الفرنسيين. تميزت ردود الفعل لأقصى الجنوب الشرقي التونسي بطابعها المسلح القبلي الريفي، ولعل من أبرز مظاهر المقاومة المسلحة كانت ثورة ما يطلق عليه بالثورة الجنوب أو ما يسمى بثورة أولاد دباب،
واشتراكها مع المقاومة بالشق أو الجانب الموجود في ليبيا بقيادة الثائر خليفة بن عسكر النالوتي. الثورة الودانة اللي وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى في 1915-1916 وكانت في علاقة كذلك بالمقاومة الليبية، المقاومة الطرابلسية، وكانت أيضا فيها تدخل جيش الفرنساوي تدخل كبير يعني عن طريق الطيران. المقاومة المسلحة رأينا أنها وصلت إلى أوجها في الحرب العالمية الأولى، ثم بعد ذلك تشهد فتور. هذا الفتور هو نتيجة القمع، أولاً القمع الذي سلط على المقاومة المسلحة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. نعرف مثلاً مصير المقاوم محمد الدغباجي الذي اعتقل وأعدم في الساحة العامة بمدينة الحامة سنة 24. كان محمد الدغباجي فارساً استثنائياً ارتبط اسمه بالنضال حتى أضحى أيقونة المقاومة التونسية ضد الاحتلال الفرنسي، وتحول من مقاتل عنيد إلى رمز وطني حاضر في المخيال الشعبي التونسي بحكايات أقرب للملاحم والأساطير. حادثة الزلوزة في جانفي 1920 ومعارك خنقة عيشة والمحفورة والجلبانية قصص وثقتها قلوب تونسية وجعلته كابوساً يلاحق جنود فرنسا. ووقع القبض على محمد الدغباجي في ليبيا ووقع تسليمه للسلطات الفرنسية التي أرادت أن تتشفى من الأعمال التي قام بها وحكمت عليه بالإعدام. واجه الدغباجي الموت بنفس الجرأة والشجاعة التي واجه بها ترسانة الاحتلال العسكري. رفض الموت معصوب العينين أمام أهله وعشيرته، ويموت أسطورة النضال الشعبي مطلع العشرينيات. تحول شكل المقاومة إلى نمط جديد أفرزته عدة متغيرات ووقائع. صمت رصاص المقاومة إلى حين ليعلو صوت النضال السياسي والجمعية في مرحلة ستمهد لأكبر أحداث القرن العشرين فيما بعد. في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات المقاومة أخذت شكل مقاومة سلمية مدنية داخل المدن، يعني تركزت بالمدن عن طريق الأحزاب والجمعيات والصحافة، وكانت في شكل مظاهرات في شكل إضرابات يقوم بها صغار التجار يقوم بها العمال. ظهرت نقابة سنة 24 مع الحامي، حزب الحر الدستوري، ثم الحزب الحر الدستوري الجديد سنة 34. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية وتوفر بعض المجال للتحرك المسلح، عادت شرارة الثورة المسلحة مع انتفاضات قبلية. ومع انشغال فرنسا بالجبهة الداخلية والاحتلال النازي، استغل الفلاج الأمر وتحركوا على جبهات مختلفة لتأمين السلاح والقيام بعمليات نوعية ضد جيش يقاتل في أكثر من جبهة. أثناء الحرب العالمية الثانية اللي فيها مقاومة، وخاصة مقاومة من مجموعة هذه مجموعة فلاجة الزرمدين. فلاجة الزرمدين هذونا يعني عبثوا بالجيش الفرنساوي وخاصة الجرمة الفرنساوية. أكثر من هذا، في أثناء الحرب العالمية الثانية صارت يعني المقاومة ثورة المرازيق. ثورة المرازيق ثورة هذه مسلحة يعني كبيرة وقعت عام 1943-44، وكان عدد كبير يعني من المقاومين، وكان انتصار كبير للثورة. أنت مجموعة من المقاومين انتصروا على الجيش الفرنساوي ويحتلوا برج دوز.
وقع ملطم في برج الدولة الفلاقة دلوه وهذوكم حلفوا الهذولة بالسيف نخشوه. الفلاقة جلسوا في الخلة على البرج ورميه بات حامد يطحن في غلة طوال الليل عليه حتى بان الفجر الجلة صوب نادى بيه مش واحد محدر بمحلة يخوته يحذو فيه كل واحد على الكتفة سلة بانيطة وحربيه. مع نهاية الحرب العالمية الثانية عادت السياسة لتتصدر المشهد ولتعلو على الثورة المسلحة، وبرزت طبقة سياسية جديدة شابة تقود الحزب الحر الدستوري الجديد الذي يقود بدوره الحركة الوطنية. كان مناضلو الحزب لحبيب بورقيبة وزملاؤه كمحمود الماتري وصالح بن يوسف من أعضاء حكومة شنيق يفاوضون فرنسا من أجل نيل بعض الحقوق، ولكن مع فشل المسار التفاوضي عاد النضال المسلح من بوابة السياسة وتحت غطائها هذه المرة في تغيير جذري لشكلها وتنظيمها وآلياتها. في سنة 52 المفاوضات وصلت إلى مأزق. حكومة شنيق حكومة التفاوضية الأولى فشلت في تحقيق أي مكسب. فرنسا تمسكت بامتيازات المعمرين. ألقى بورقيبة خطاب في بنزرت في جام في 52 وقال مع الأسف فشلت المفاوضات. هذا التصريح هو بداية التحذيرات لإعلان المقاومة المسلحة التي ستنطلق يعني يوم 18 جانفي 1952. ترتب عنها يعني الاتصال ببعض القادة ورموز الكفاح يعني الوطني في عديد الجهات. الحبيب بورقيبة في سنة 52 هو من بادر بتكليف أحد المقربين منه بخلق نواة مسلحة من المقاومين يكون عبارة عن جهاز سري تابع الحزب. مثلا في منطقة الجنوب الشرقي القائد بمصباح الجربوع بالتحضير للمقاومة المسلحة، في منطقة الجنوب الغربي نجد لزر الشرايتي كذلك كلف بالتحضير لاندلاع المقاومة المسلحة، ساسي الأسود في منطقة الحامة. وفعلا بدأت المقاومة المسلحة وقتها من جانفي 52 ككل، وقع التمرد في كثير من الجهات التونسية ومظاهرات يعني ومشادات يعني مسلحة في المدن ككل. بورقيبة قال عندما سمعنا بهذه الحركة أرسلنا من يستفسر عمن يكونون. إذن بورقيبة نفسه اعترف بأنها حركة تلقائية، لكن بورقيبة بما أنه كان زعيم الحزب الحر الدستوري الجديد الذي أصبح يقود كل الحركة الوطنية استطاع تأطير هذه الحركة المسلحة في الأرياف وتزويدها بالشعارات السياسية وبالوعي السياسي. وقت اللي جاء بورقيبة كما جاء من قابس وعز الرباعي عملوا الاجتماع في الفرع الزيتوني نتاع قفصة، قال ما تعملوش على المدن، المدن راهي ما تعطيش نتيجة، أما الأرياف هي اللي قادرة باش تعمل. الفلاكة سطروا ببارود البنادق قصة لها معنى وتاريخ تماما كاللفظ المستعمل لتوصيفهم، لفظ قد يجهل الكثيرون أصله حتى وإن أدركوا دلالته. الفلاك هو نوع من قطاع الطرق اللي يشدوا الخنق ويسلبوا الناس وينحوا لهم ممتلكات. بالنسبة للفلاقة بتاع تونس، فلاقة ضد الاستعمار الفرنسي. إذا ما أردنا التعرف على معنى ومفهوم الفلاقة يمكن الانطلاق من الجانب اللغوي التي تعني فلقة حسب معجم لسان العرب لابن منظور فتعني شقة، أما اصطلاحاً فتعني شقع سطاعة تمرد ثارة. كلمة فلاق بالفرنسية هي هور للواء، لها الجانب التهجيني لكن لها أيضاً جانب يعكس إعجاب الناس بأفراد الذين تحدوا الآلة العسكرية الفرنسية.
والكلمة هذه راي ركبتها فرنسا، لأن باش تعمل الحقد ما بين المواطنين وما بين المقاومين. ولكن في وجدان الشعب التونسي كلمة فلاك تعني الرافض للظلم، الرافض للاحتلال، المقاوم الشجاع الجريء الأبي، يعني كل ما هو إيجابي. وفي الموروث الشعبي ترد عديد القصائد التي تعرف لنا الفلاقة من حيث الأسماء، من حيث الصفات، من حيث الأفعال. الفلاقة دار صغيفية وهافوا للميدان، مغاليل وقلوبهم مملية عالقوم العديان، رباط نساهم والذرية شي غيب لذهان، هجموا عمالوح الفجرية عم مسبح لذان، كل واحد في دمانية محرب على اللفتان. أضحى السلاح كلمة السر الواحدة الجامعة في النضال التونسي، وبتنسيق بين القيادات السياسية وزعماء الحراك الثوري المسلح تحق الفلاقة بالجبال والمغاور والكهوف لتكون ثكناتهم العسكرية الطبيعية التي توفر لهم تضاريسها المعقدة المخبى والملجأ والحصن. دبرت واحد معايا يقولوا علي الساسي ابو عبد الله، وقلت له نخرجوا نلحقوا نمشوا نلتقوا الثوره. قال لي باهي نمشي نسمع في واحد يقول لازال شريتي، خليته ما تطرح وشديته. بجب ربي قلت له يا لازال شريتي وين رايت حم نمشي للمقاومين. قال لي وليدي ما زلت ذر صغار وجبايب ونحن نرقد في الجبل وغرعار وصنوبر وحجر وهوش ما تنجموش برا روحوا لارواحكم. قلت له كي نرجع الجندرما يهزوني طول يهزوني الحبس لان سمعوا بيا مشيت للثوره. تكلم لازم الحاج ناوي الحاج، قال واحد فين بيه؟ قال له خذ خذاني لازم اعطاني موكرا طليانو طول الاخرى اعطيها فرد. ثم الثوار جاونا بما فيه مدير القيد ساسي الاسم، جاء للعشة متاعنا نحن في الريف في البر، تعشوا عندنا وقعد قعدنا حكينا وياه على أساس واني أنا زيتوني وكذا، يحدث فيه يحدث فيه. قلت له أنا راني غدوة ولا بعد غدوة باش نمشي ندفع روحي للجندية الفرنسوية. شنو اللي قال لي؟ قال لي علاش ما تمشيش معانا؟ تصبح ثاير. احنا ما نقبل الانسان كان كي يبدا معروف، العائله معروفه والبيئه نتاعه كامله معروفه ويبدا معناه يتمتع بسمعه طيبه، فهمني؟ وعائلته كيف كيف تتمتع بسمعه طيبه ثم يقسم باليمين. الأكثر في الشروط رغبة الإنسان، ما هوش معناها ما هوش مضغوط عليه باش يخرج الثورة، ويعطوا الأولوية اللي دار عنده سلاح. وبالنسبة للمكح اللي خذيتها من نهج العسل من باب الخضرة وقسيت مشيت به للحفصية القرانة وقسيت منها شوي من قدام وقسيت منها شوية من تالي الركبة الكبيرة بتاع العود ناحيتها خليت كأنها هيك الصغيرة زين المسدس، ولكن ميتها في حولي بتاع الصوف ودريتها في الفليج بتاعي وركبت بيه في التران حتى الكالة جردة
وجبل بلحناش. الاسلحه عندنا مختلفه نتاع الحرب العالميه مخلطه، طليان، انجليز، المان، امريكان، فرنسيس، مخلطه من كل انواع. وعندنا هاون، وعندنا الرشاش فانتكات، هاك البولحمار يدور، وعندنا القنابل اليدويه كل واحد يلزم عنده ثنتين معلقين في صدره، لربما واحد دم دم له باش يضرب به روحه. اذا كان التز وعرف بيحصلوه وبيموت يضرب روحه هو به، هو بيد يضرب روحه وروحه. تسليح المقاومة كان أحد أهم الرهانات، لذلك اختلفت وتنوعت طرق تجميعه وتمويل اقتنائه. فهناك من اختص بالتهريب في مسالك وعرة. السلاح القادم من الشرق من مصر عبوراً بليبيا كان يعكس التنسيق بين قوى التحرر الوطني في شمال إفريقيا والتعاون بين ثوار المشرق وسياسيهم، هذا بالإضافة إلى مشاركة الأهالي والقبائل في جمع أسلحة للمقاومين أو التبرع لهم بالمال بهدف شرائه. في 13 من نفسها معناها كل حد عنده دراية في موضوع في حاجة من الحوايج، واحد ينجم يقصب، واحد ينجم يقرأ مليح، واحد ينجم يقرأ في جارية لابريس. ساعات عنا واحد يقرأ في جارية لابريس ولا نحلقه ونبدأ أنت تحل في المكحلول، تحل في الرشاش، رد هذه قد هذه أمسح هذه أعمل هذه، حتى تفهم الرشاش وتعود تمسح وحدك مع شماريك. لا 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 الأخر لا الأخر. نمشوا حافيين هذا سبيتروات، سبيتروات اخرين يجيبونا فيهم من تونس، يجيبونا فيهم من هنا من القلوان. والله العظيم تقعد كالقشره هذه يا ايام اللوطه. نمشوا حافيين نجرب في الجبل، نمشوا مع المعيز، مع سراح المعيز باش ما يفيق بينا حد وما كذا، ونهزوا من معلوم. كانت هذه المرحلة من الكفاح المسلح تتميز بهيكلية خاصة وفريدة، فلكل فلاج دور ومهمة، وانقسمت كل فرقة إلى مجموعات مصغرة لتسهيل الحركة وإضفاء النجاعة. فهناك من يختص في ترويع المخبرين والمتعاونين مع فرنسا، وهناك من يتكفل بمهمة جمع الأسلحة وتأمينها. ويحتوي الهيكل التنظيمي للفلاجة على مجموعات للرصد وجمع المعلومات وتأمين المعابر، إضافة إلى أفراد يتولون مهمة نقل الأخبار للحزب والتنسيق مع قياداته. معلومات جاهم من الديوان السياسي، نحن كشدوا واحد مثل قويد ما نقضوا عليه إلا من الأساس، اللي يجي ما يجي من الديوان السياسي. يعطينا الرسائل سي الباهي لدغم وسي علالة العويتي، الرسائل هذوما نستعملوهم في عصي نحو من اللوطة، ثم عصي يخدموا فيهم فهمتني، نحو الحديد ينحوه من اللوطة، ونعملوا علامة في اللقحة متاع العصا. وقت اللي نتقابلوا احنا والقيادات المسلحة اللي موجودة في الجبل الثوار، نسلموا العصا هذيك للقائد متاع الفصيل هذاك. كانت شبكة قيادة المقاومة تتفرع إلى 3 فروع كبرى، فهناك القيادة السياسية للكفاح المسلح وضبط الاستراتيجيات، في حين تنفذ القيادة الميدانية العمليات المسلحة، تدعمها في ذلك جبهة مكلفة بالدعم والمساندة يحظى نشاطها بالسرية والحذر. وفي كل منطقة كان هناك مسؤول واحد عن كل شبكة. وما نجيبوش الطريق، ما نجيبوش كياس المعبد ولا واحد دي به الغابة، وما نوروش وجوهنا اللي نعرفوهم بيوع. القوانين الموجودة الأجنبي غير الفرنسي ما تكلموش إلا إذا كان تعامل مع السلطة الفرنسوية ولا حاجة.
المواطن كيف يجي تقول له اعطيني يقول لك ما عنديش ما تكلموش ما تستعملش معاه القوه، كان عنده يعطيك ما عندوش ما عندوش. كانت ملحمة الفلاجة ملحمة نضال مقدسة تستمد قيمتها من العطاء الشعبي اللامحدود الذي وفر فيه الأهالي حاضنة للفلاجة وقاعدة دعم ومساندة لهم. كاردونا الفلاجة العطوم نقونا والكرتوز وسلاح ونرجع روحي نفق وبي يتبع فيه على بعد وناي راكب على الحمر الزنبين منا وتلقاه فيه المعونه والاخر فيه الكرتوش والسلاح. في الشمال كيف جاتهم الفلاقه من الجنوب تحمست الناس وولت من تلقاء انفسها تقدم لهم الطعام. في الليل الرجال هما اللي يمشوا يجيبوا العشاء من عند الاهالي اكل في ساحه الجبل، وفي النهار المراه هي اللي تهز على بهيم وتهز الزنبيل وفي جهه والمرقه والواحد في جهه وتسوق اكل بهيم وتلحق للجبل. ثم نساء ذكرات يقوموا باعمال ما يقوموش فيها الرجال. والدتي هزت البنيه الصغيره بنت اختي وعملت لها عجار ومغطيتها الدنيا بارده. وتحت البنيه كمية من الذخيرة الحربية. يا المرأة مسيمتني بالقربة ونضرب بالبكحل وهي قبصان لي هنا نشرب قبصان ناكل المكحل سخنت من كثر الأعمار سخنة. مرة ذكر من الأولاني مش من تو. كانت المعارك قصصا توثقها القلوب والعقول، أبطالها ورواتها هم الفلاجة وحبرها دماؤهم التي خطت تلك الملحمة. معارك اختلفت أسماؤها، توزعت أماكنها، تعددت فصولها وتنوعت ظروفها، لكن شخصية الفلاجة وإصرارهم وروحهم الوطنية ظلت ثوابت تلك المعارك وظلت شواهد تأبى النسيان في ملاحم خالدة ومجيدة. بدو يعملوا في هجمات على الساكنات في مدنين، ضربوا في تاجرة وضربوا في البير الأحمر وفي بقايا. محمد قرفة كان عنده علاقات مع ليبيا، علاقات باهية، يمشي غادي دم يجيب في السلاح، يجيبوا في السلاح على البل، عاملين البل ويجيب في السلاح يجيبوا فيه ثم عندنا احنا نفاق تحت الجبل يحطوا فيها في السلاح ثم. انطلقت يعني الشرارة في مثلا في المنطقة الجنوب الشرقي في منطقة عين العنبة بكمين محكم قام به القائد مصباح الجربوعة رفقة يعني عدد من عناصر مجموعته. طلعوا الجدرمية هنا والمخزنية لبن خداش باش يخلصوا الضريبة هذيك. دخلوا بنخداش جو مروحين اتكالهم في عين العنبة في بقعة ثم في عين العنبة وضرب عليهم. كانت الحصيلة جرح اثنين من الفرنسيين وغنم الثوار صح التعبير بعض الأسلحة وبعض الذخيرة وفروا في اتجاهات أخرى. مشوا مدرقين في بقعة في الجبل ثم واحد باحهم وقت اللي باحهم أنا ما راعوا برواحهم إلا لقوا القوة كاملة مطوقة بيهم جتهم من قبلي من قابس المدنين.
معناها ماتوا خمسه من الثوار ومنعهم سباح جربوط. بعدها صارت عده معارك، معركه كما نقولوا في ميتر، هذه من اشرس المعارك، ثم معركه ام الحصحاص، معركه ام الكرم، معركه الرنيان. كان من الفتره اللي والوطنيه الصادقه اللي هو كانت عند القيادات، ما كانوش عنده مثلا 500 يحطهم مع بعض في معركه واحده، كان يقسمهم باش حتى يقع ضرر، يقع ضرر في شوي، ما يقعش ضرر في ياسر. يوزع فينا في الأزهر عشر، نمشوا للغداء، نازية هابط في عشرة وجاء عررنا واحد طالع عمل وير يجري، هؤلاء شبيك قال هم جايبين العسكر ويفرق فد شر. قلت له بلا تعدى لحاسي الأزهر، قلوا لحقنا الجندية وناتعديتنا وكل عشرة. قال هاي كرهبتهم منا قبل كاية قبل الوير، طلينا يجو الكهرباء قبلتنا يجي 150 متر. اتفقنا نضربوا عليها، ردوا علينا وجهين ولا ثلاثة، كسرنا عليهم الضرب واللي لوحوا واقف العجاج يعجوا علينا. بالنسبة للكراهب والطنقوات، القنص هو الحكم. علاش؟ لأنه الطنق كي يبدأ يخدم يبدأ يمشي عنده باب صغير يشوف منه السائق نتاعو، وإذا كان يسكره هو يكلمه الآخر من الفوق، من القبة من الفوق يكلمه يعطيه الاتجاه نتاعو. الشفور إذا يحل هذاك نضربوه، ثم زوز طنقوات قاعدوا الليل هم باركين في بلاصته، جوا تخرجوا يمكن مجروح والسائق مجروح، الدبابة سامت الأخرى وخرج يده منك القبة، هو مديده وضربه لهنا طيروا له كتفه مكحل المان، طيرت له كتفه كل كتفه كل طح. قعدت أنا ملوح ذب والله إلى الليل هم طيشين وما خسرناش فيها حتى واحد، ما عدا واحد جرح. نحن جي 80 نافرة وركاح الضرب بينا وبين فرنسا، نحن ماتوا منا 10 وشدوا منا 3، كملوا عليهم في مكسر وهما قلقلنا منهم من 130، وطيحنا لهم طيارة فيها 4 جنرالات. مثلا نلقاو مقاومين من الجنوب كما الطاهر الأسود كما السيسي الأسود يتنقلوا للشمال، يمشوا من قابس من العراض، يمشوا القفصه من قفصه، يمشوا لسبيتلا من سبيتلا، يتنقلوا المكثر للشمال الغربي ويركزوا على الشمال الغربي. علاش يركزوا على الشمال الغربي؟ لانه اهم المعمرين واهم المصالح الاستعماريه في الارياف موجوده في الشمال الغربي. تاخرت الحركه المسلحه في الأرياف الشمال الغربي عن مثيلاتها في الوسط والجنوب نظرا إلى التفاوت الاقتصادي بين الجهتين. منطقة الشمال الغربي رغم كل شيء هي منطقة لا يموت فيها الناس جوعا. نحن في الوسطية عندنا 72 معمر، هم خذوا الأراضي الباهية والوحدة، وهذاك علاش خرجت العباد وباش تحب تقاوم، لا لغاية لا لشيء، فهمتني؟ مش يدافع على وطنه. القائد متاعنا نادانا المجموعة الكل، قررنا بجميع الأصوات نهاجموا المعمرين اللي موجودين. صبحت اللي متموجود المعركة في برق قوة كبيرة ياسر، يخرجوا لك بالمئة بالمئة وخمسين، دلوا بالمدفع ضربوا بحاله جيل ثلاثة ولا أربع مرات. ومن يتحمل العسكر
نتحمل عاش كان نحن الفوق في داموس ما روناش علاش هون والمشي يضرب يضرب ولا كذا والمشي يتسرب في الغابة يمشي يمشي ما عندناش قوة اللي مش عنده بها في راس البري ما عندوش 100 كعبة كرتوش نعسوا بها كان رواحنا نسمع كان في دبك فوق من راسي هك نلقاه زوز عسكرية جوز عسكرية واحد عنده متريات والأخرى عنده موسكوتو كالظريفة ذيك لكن الوليد هذاك اللي معايا قلت له تعرف كيفاش شاهدوا شاهدت أنا وياه قلت له شاهد وراهم ما شافونيش هاو نمشي شدك اللي عنده متريات بكى الوليد اللي معايا بكى قلت له ما تبكيش نحن كانوا بربي نقلت له أظنك ربحنا في الفار ونحن ما نموت وموت وهبط ضباع في الجبل فربي سبحانه يقول لك كلت فيها فرنسا كي نحب أصبحت تواجه ضربات موجعة وأصبحت تقلق الاستعمار الفرنسي وساهمت في إجبار فرنسا على قبول مبدأ التفاوض لحصول تونس على استقلالها. سلطة الحماية هنا لتدخل في مفاوضات مباشرة أعلن عنها مندس فرانس في زيارته لتونس في 31 جويلية 1954 وأعلن استعداده أمام الباي في قرطاج عن عزم فرنسا يعني منح تونس استقلالها الداخلي. ما كان يعتقد البعض أنه النهاية كان في الأصل مؤشراً لفصول جديدة من قصة الفلاجة. الاستقلال الداخلي كان منعرجاً في سيرورة الأحداث. لم يكن بن يوسف وبورقيبة يحملان نفس التصورات لمسألة الاستقلال الداخلي ليدخل الفلاجة والحزب والشعب، بل البلاد برمتها في مسار لم يتوقعه أحد. جاء مهندس فرانس في 31 جويلية 54 وقابل البي وقال له نعترف باستقلال تونس الداخلي. ساعتها بدأوا حتى زعمانا بدأوا يخطبوا في ودك الفلاجة أصحاب هاك البنادق المصدية هذيك واللي ما تساوي حد شيء. حتى اللي جاء النداء متاع مهندس فرانس عمل نداء بورقيبة قال لنا احنا باش نهبطوا من الجبل هبطنا من الجبل سلم السلاح مدوني شهاد متاع يقولوا شهاد الديليتور. أقر الحزب الدستوري في البداية يعني في أغلبيته وافقوا على تسليم سلاح الثوار. فرنسا ما خضعت واعطتنا استقلالنا الا وقت اللي اتفاق البندقيه مع الكلمه السياسيه اتفقوا ومشوا في اتجاه واحد. ساعتها فرنسا خضعت للامر الواقع لانها ولت خايفه على اولادها وخايفه على جيش. واستطاع بورقيبه نزع سلاح اغلب المجاهدين كما كانوا يسمونهم انذاك، بينما رفض البعض نزع السلاح. وكان الثوار يسلمون الأسلحة للجان مشكلة من تونسيين، هذه اللجان التي تشرف فيما بعد على تسليم السلاح إلى الضباط الفرنسيين، وهذا ما اشترطه الحزب يعني باعتبار أن المقاومين لا يمكن أن يسلموا سلاحهم إلى المستعمر الفرنسي مباشرة. كان هناك وسطاء تونسيين في عملية التسليم هذه،
سلمت الأسلحة جميعها ما يقارب حسب الإحصائيات تنهز 2500 قطعة سلاح، معها يعني 2700 مقاوم، يعني هناك مقاومين لم يسلموا سلاحهم. المقاومة المسلحة في 54-55 عندما توقفت وفسحت المجال للمفاوضات، المفاوضات أدت إلى ما هو معروف باتفاقيات الاستقلال الداخلي بين التي أمضى عليها الطاهر بن عمار رئيس الحكومة. هذه الاتفاقيات كانت نتيجتها انشقاق كبير بين زعماء الحزب الدستوري والمقاومين أيضا. والحزب سعى جهده باش هالحكاية متاع الفلاقة هذه يوجدوا لها حل، اللي تعرفهم فرنسا ومطلوبين عندها للعدالة يسافروا ليبيا يلقوا سلاحهم ويسافروا ليبيا، واللي ما تعرفهمش فرنسا يرجعوا لأهاليهم وطاح الكف على ظله ما سمش ثورة. طاهر الأسود الله يرحمه، وقت اللي خرج الجبل أول نهار تعاهد هو وبركابة، قال له نخرج جاه لهني للحامة، وقال له نخرج الجبل ونلمد المقاومين، فهمت سيدي بن سيد، ونشد الجبل وراني ما نهبط على كان ما يخرج اخر اجنبي من تونس، وتعاهد وياه وصحح له بورقيبه وظهروا للجبل. خذي وقتها فهمت سيدي بورقيبه تفاهم مع فرنسا وخذي استقلال الداخلي، بعث بورقيبه فهمت سيدي للمقاومين يدفعوا السلاح، احنا هنا خذينا الاستقلال. طاهر الأسود ومحمود بن حسونة ما حبوش يهبطوا. عملية نزع السلاح بالنسبة إلى ثائرين امتشقوا السلاح لمدة سنوات ويعتبرهم السكان حماتهم ليس عملية سهلة نفسيا، لنتفق حول هذا الأمر، ولا بد من إقناع أولئك المناضلين بأن نزع السلاح يخدم القضية التي ثاروا لأجلها، وليس هذا بالأمر الهين. وقد أرسل بورقيبة خيرت السياسيين المنتمين إلى الحزب الحر الدستوري الجديد مثل الهادي شاكر وآخرون، يعني أناس لهم قدرة على الإقناع، أرسلهم لإقناع الفلاقة بن ظفرين لكي يسلموا أسلحتهم. فنجد عديد يعني القادة قاموا بدفن بعض من الأسلحة أو الأسلحة يعني التي ذات جدوى أكثر، بينما تم تسليم الأسلحة ربما المتلفة أو المعطبة كما حدث في منطقة الجنوب الشرقي، حيث القائدين مصباح الجربو والقائد محمد قرفة قاموا بدفن الأسلحة في الأول إخفائها عند الشيخ عدالة، ثم قاموا بإخفائها في مقبرة ودفنها. Au Quai d'Orsay, M. Christian Pinault et M. Tahar Ben Ammar, chef du gouvernement tunisien, ont signé l'acte qui proclame l'indépendance de la Tunisie et abroge la convention du Bardo. De nouveaux entretiens définiront l'interdépendance franco-tunisienne. Précédé par la grande nouvelle, Habib Bourguiba a reçu à sa descente d'avion à l'aéroport de Tunis un accueil empreint d'un enthousiasme extraordinaire. C'est pressé par la foule qu'il parvint au palais de Carthage, où son Altesse le Bey lui réservait de son côté un accueil ému. L'اختلاف هو كان حول اتفاقية 3 جوان 55، أي الاتفاقيات التي منحت إلى تونس استقلالها الداخلي. الأمين العام للحزب صالح بن يوسف وأغلبية الحزب في الواقع كانوا رفضوا ما أتت به هذه الاتفاقية 3 جوان 55 واعتبروها خطوة إلى الوراء. واعتبروا خطوة إلى الوراء، لماذا؟ لأن الاتفاقيات لا تمنح تونس ما طالب به الوطنيون والتونسيون والحزب الحر الدستوري الجديد في مؤتمر 18 جانفي 52. مؤتمر 18 جانفي 52 ماذا طالب؟ طالب بإلغاء معاهدة الحماية. الجو ليه؟ البحر ليه؟ البر ليه؟ قالوا ما رجعنا مثل أمريكا قبل، يسلموا لنا جونا وبرنا وبحرنا ولا نستمروا في الضرب كما كنا. وستبدأ مرحلة مليئة بالدماء والدموع. معناها وقت اللي جات فرنسا واعترفت بالاستقلال الداخلي صالح بن يوسف ما رضاش. بورقيبة قال لهم
استقلال منقوص خير من استعباد كامل. لسه موجودين في البيرو ويتلاكشوا. بورقيبة قال له صالح تعترف اللي أنا جبت الاستقلال. قال له لا. عرف الصراع اليوسف البورقيبي موجة شديدة من العنف. جماعة الديوان السياسي يجمعوا فيها بشبح حذو قولي كل يتمسخروا عليه بكل صراحة. تم مجموعة كانت متحضرة صالح من يوسف ويجي قتلوه. الناس اللي هم قويين وكانوا قيادات ويخافوا عدموه، والناس اللي هم ما عندهم لا حول ولا قوة خلوه للتعذيب البرة. ويا ريت كنا في الحبس خير.